السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسلام. إيه يا رب كده يجعلنا زايدين مش ناقصين، زايدين بالخير بأولادنا وبصحتنا وبصحة أولادنا وحفادنا وحبايبنا جميعا. إيه النهاردة هوريكم فيديو. النهاردة مش هطبخ، مش هعمل أي حاجة، أنا بس هوريكم إحنا هناكل إيه. بس أنا عايزة حاجة منكم تقولولي، دي هل دي بطة ولا فرخة ولا يمامة ولا سمانة ولا إيه؟ الله يرزقنا ويرزقكم يا رب، يرزقنا ويرزقكم الخير كله يا رب. هنا ده الرز، هنا دي الشوربة بتاعته بالحاجات بتاعتها، وهنا دي تشوفوها هي يمامة سمانة حمامة بطاية. فأنا عايزاكم تقولولي فرخة بطة ايه ديت يعني، فأنا ايه عايزاكم تقولولي. وهي من جواها ما شاء الله محشية بصل من جوه ما شاء الله، فأنا عايزاكم تقولولي ماشي. والفيديو الجاي ان شاء الله هقول لكم دي ايه، وهتكون مفاجأة ليكم ديت ايه، فانا عايزة اعرف ديت ايه. النهاردة فيديو صغير وخفيف وظريف، فان شاء الله تقولوا لي في التعليقات دي ايه بالظبط. يا رب ارزقنا الخير كله وارزقكم معانا، وما تنسوناش في اللايك وفي الاشتراك في القناة، واشوف وشكم بخير مع فيديو جديد. دي منظرها بعد ما قطعتها. دي منظرها بعد ما قطعناها، شوفوا منظرها. يا رب يرزقنا ويرزقكم الخير كله.